مساء الخير يا جماعه، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا معاكم عبد الرحمن احمد من شركه نيو ستار، ودلوقتي انا جاي اشرح لكم مرحله جديده لسه نازله في الماركت في منطقه اكتوبر، هو كومباوند ماونتن فيو اي سيتي. النهارده ماونتن فيو بعد ما باعت مرحله لاجون بيتش بورك في التجمع الخامس نزل دلوقتي مرحله لاجون بيتش بورك في منطقه اكتوبر في كومباوند ماونتن فيو اي سيتي. النهارده ماونتن فيو اي سيتي، خلينا اديكم سريعا اقول لكم فين مكان الكومباوند. هي ماونتن فيو واخده برايم لوكيشن على طريق البوليفارد، قدام في ظهر بالظبط نادي الصيد، وبعد مول العرب بحوالي 4 كيلو. الكومباوند سنتر ما بين كل حاجه، اركان ومول العرب ومول مصر، بلس ان هو المنطقه كلها ساكنه وفيها خدمات. تمام، ده بالنسبه للوكيشن. النهارده ماونتن فيو الكومباوند 500 فدان، متقسم لكذا زون جوه المشروع، كل زون دبل جيتد كوميونتي بالخدمات بتاعتها، بلس ان احنا النهارده ماونتن فيو سلمت المرحله الاولى، وهي مرحله كلوب بارك اللي فيها النادي مساحته 17 فدان، اللي هي الديزاين بتاعها كان مودرن. تمام، النهارده ماونتن فيو فاتحه دلوقتي مرحله جديده، بيلدينج عباره عن ارضي وخمس ادوار، فيها اي فيلاس جاردن او اي فيلاس روف، وفي ابارتمنت عندنا غرفتين وعندنا ثلاثه، وكلها بتبقى بص على الكريستال لاجون، وده يعتبر اول كومباوند في اكتوبر او زايد فيها في مرحله جواها كريستال لاجون. النهارده الشركه نازله بمساحات غرفتين 115 متر، والاسعار من اول 3 مليون 300. الثري بيدروم عندنا 180 متر عامله 5 مليون جنيه، عندنا حاجات بجاردن اي فيلا وعندنا اي فيلا روف. لو انتوا حابين تعرفوا تفاصيل اكتر كلموني. وفي الوقت الحالي ماونتن فيو بتلم شيكات اي ايز، لان المرحله دي عباره عن لونش. تمام، واللونش ده بيكون باسبقيه الحجز. لو حابين تعرفوا تفاصيل اكتر كلموني على الارقام اللي هتظهر قدامكم على الشاشه، وانا كنت معاكم النهارده عبد الرحمن احمد.